مؤلف فيلم ولاد رزق، عرض الجزء الثالث عام 2024 تفاصيل عبر قناة نجم المشاهير. كشف المؤلف صلاح الجهيني أن الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق سيعرض في عام 2024، إذ كتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: مشروع فيلم ولاد رزق 3 في خطتنا، ولكن لم نبدأ في التنفيذ حتى الآن، إن شاء الله يتعرض في 2024. وكانت التساؤلات دارت حول موعد بدء تصوير فيلم ولاد رزق 3، بعد أن نشر أحمد الفيشاوي فيديو يجمعه بدوبلير الفنان أحمد عزن عبر حسابه بموقع انستغرام، وكتب تعليقا عليه: دوبلير استاذ أحمد عز، انتظروا ولاد رزق الجزء الثالث قريبا، يا ابني احنا أسود الأرض، يا أبني حيتان المياتي. فيلم ولاد رزق من تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العرياني، ويشارك في بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داود وكريم قاسم. وكان شارك في الجزء الثاني من فيلم ولاد رزق خالد صاوى ونسرين أمين، وباسم سمرت مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرى وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب. ويحتل فيلم ولاد رزق 2 المرتبة الثالثة في قائمة الأفلام الأعلى دخلا في تاريخ السينما المصرية، إذ حقق إيرادات بلغت 100,753,422 جنيه مصريين، فيما يحتل المرتبة الأولى فيلم طيرة والجني بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز.